هي ستكون أكثر ليونة مع هذا الوضع، وهي لا تريد أن تكون لينة وتريد استرجاع ما تسميه هدر كرامتها. نعم، عذرا للمقاطعة دكتور أحمد، نذكر المشاهدين بما يرد على الشاشة من أن هناك المزيد من الضربات وسحب الدخان التي تشير إلى الكم الهائل الذي يتعرض له أو يتعرض له القطاع، كما نتابع تصاعد أعمدة الدخان من غزة بعد غارات إسرائيلية عنيفة، بالإضافة إلى أن مراسل الحدث كان قد تحدث عن إصابة 5 جنود إسرائيليين من بينهم 3 في حال الخطر في اشتباكات على الحدود مع لبنان. إذن نتابع الحديث معك الدكتور أحمد من حيث انتهيت، ولكن كان لابد من التنويه يعني بآخر التطورات في قطاع غزة، تفضل. صحيح، وهذا ما كنت أود أن أقوله، أن الأمر دقيق جدا، لأن الحكومة اليمينية الإسرائيلية قد حسمت خيارها على ما أعتقد بأنه لا بد من تلقين حركة حماس درسا لا بد منه، ورئيس الوزراء نتنياهو أعلن أن إسرائيل في حالة حرب. وعندما نتحدث عن حالة حرب في القانون الدولي فأن هناك دولة ضد دولة، وطالما لا توجد دولة توجد منظمات، فإن إسرائيل تعتبر غزة دولة ولا بد من إزالتها واجتياحها. وبذلك هنا الدقة في الوضع الخطير جدا، أن هناك يعني حزب الله قد سرب عبر مصر، وحسب ما قالت بعض الصحف الغربية بأنه إذا ما دخلت إسرائيل في حرب برية في غزة فإنه سيدخل في هذا الحرب. ومن هنا نجد التحرك الأمريكي نحو المنطقة للإيعاز لإيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن حزب الله لن يقوم بأي عمل من دون إذن إيراني، إيعاز لإيران بأن هذه الحرب إذا ما مشت بالطريقة التي تريدها فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستواجه إيران بطريقتها الخاصة.